أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أوتو يبدو، واللي غادي نهضروا فيه على آخر مستجدات عالم الطوموبيلات، فما تمشوش بعيد. البداية غادي تكون معاك هي لإعلان رسميا على بداية تسويق الكروسوفر 100% كهربائي ديالها EV6 في المغرب. هذا الأخير هو أول موديل زيرو إيميسيون صنعة تركيا، واللي ربح عدة جوائز أهمها سيارة السنة في أوروبا في العام اللي فات. الكروسوفر مبني على البلاتفورم EGMP الخاصة بالسيارة الكهربائية، واللي كتمتاز بالبويسونس والأوتونومي الكبار زيادة على البويسونس دو روشارج المرتفع. من ناحية الشكل لو V6 كيمتاز بالمظهر ديال لي كوبي وكذلك سليم موسكلي. في القدام كنلقاو لو ديجيتال تايجر فيس زيادة على الكابو الحاضر، اما اللور فلا سيناتور لومينوز اللي كتمتد على العرض كامل ديال الطوموبيل كتزيد من الجمالية ديال لو V6. في الداخل لو كروسوفر كيبان انه عصري تري تكنولوجيك و سباسيو. اهم كيميز لابيتاكل هي لا دوبل دال نوميريك ولا كاليتي دو فينيسيون اللي في المستوى. في المغرب لو V6 متوفر في دو فيرسيون، الاولى هي جي تي لاين ديال 325 شوفو و 630 كيلومتر دوتونومي، والثانيه جي تي ديال 585 شوفو و 540 كيلومتر دوتونومي. جميع المعلومات على لو V6 اللي متوفر في المغرب غادي تلقاوها كيف العاده على wandaloo.com. دوزو دابا عند مرسيدس اللي انضمت كيف عادتها اللونسمون فريد بمناسبه وصول لاغام او كيو ديالها للمغرب، وما اكتفاتش بموديل واحد وجابت 6 ديال الموديلات في نفس الوقت. بفضل هاد 6 طوموبيلات اللي فيهم دي برلين ودي اس يو في، مرسيدس ولات عندها اكبر عدد ديال السيارات الكهربائيه في المغرب. هادشي كيتماشى مع التحول الجذري ديالها من اون مارك بريميوم لاون مارك دو لوكس، وكذلك التوجه ديالها باش جميع الموديلات تولي 100% كهربائيه بحلول سنه 2030، وبالتالي هاد السيارات ذات الطاقه البديله تمثل نصف المبيعات عالميا عند مرسيدس من هنا ل 2030. اهم كيميز لاغام او كيو هي البلاتفورم ايفا اللي صالحه الطوموبيلات من دي سيغمون مختلفين، بالاضافه لانها كتمكن من ان الاوتونومي ديالهم تفوت 700 كيلومتر. في المغرب لا جام او كيو متوفره في 6 ديال الموديلات، كلهم فيهم دو فينيسيون وكتكون من لو اس يو في كومباكت او كيو ا، لو اس يو في كومباكت 7 بلاس او كيو بي، لا روتيير او كيو او، لو اس يو في فاميليال او كيو او اس يو في، لا برلين دو لوكس او كيو اس، و لو اس يو في لوكسيو 7 بلاس او كيو اس اس يو في. لي بويسونس ديال هاد الموديلات كتراوح ما بين 190 و 544 شوفو، و لوتونومي ما بين 473 و 785 كيلومتر. نشيرو في الاخير ان لا وال بوكس كتباع بوحدها، وان لا غارونتي على لا باتري كتوصل ل 10 سنين او 250 الف كيلومتر. الفا روميو اعلنت مؤخرا على الاطلاق الرسمي في المغرب للنسخ معدله او ما يعرف بفيس ليفت ديال لا بيرلين فاميليال جوليا ولو اس يو في كومباكت ستيلفيو. من ناحيه الشكل الطوموبيلات بجوج استافدوا من بعض التغييرات، مثلا في القدام لا كالوندر تري لوبو ولات عصريه، زياده على الاضواء جداد ماتريسيال فول ليد ادابتاتيف اللي ولاو على شكل 3 زائد 3 بحال ديال طونالي. اما اللور فولاو عندنا اضواء جداده ليد بتصميم جميل وجديد كليا. في الداخل اهم تغيير كيهم لو طابلو دو بور كانوكيالي اللي ولا فيها نيكرون جديد كله نوميريك وبارامترابل ديال 12.3 بوص، بالاضافه لو سيستيم ملتي ميديا اللي استفاد من ميزاجور بحال الموديل الجديد ديال جروب ستيلانتيس. من ناحيه لي موتوريزاسيون هاد جوليو ستيلفيو توفري في جوج ديال لي بلوك ديزل اللي هما 2.2 لتر ديال 160 و 210 شوفو، وثلاثه ديال لي فينيسيون اللي هما سبرينت فيلوتشي ولا سيري سبيسيال كومبيتيزيوني اللي كتمتاز بلا كولور مات غري مون لايت. نساليو هاد الحلقة بالجيل الثاني ديال سكودا كودياك اللي تم التقديم العالمي ديالو. من ناحية الشكل لو اس يو في فاميليا 7 بلاس ولا بلوز اغريسيف. في القدام كنلقاو الكابو المنحوت والاضواء على طبقين اللي ولات بلوز افيلي، زيادة على الكادر الجديد ديال الكالوندر اللي فيه اون بوند لومينوز. اما اللور فولا عندنا ان بوندو لومينو كيربط ما بين الاضواء على شكل سي، زيادة على الاسم ديال لامارك اللي خدا بلاصة لو لوغو في وسط لو اي. في الداخل هاد الجيل الثاني باقي سباسيو ومريح ولا بلو مودرن وتكنولوجيك.
فاصات لا بلونش دو بوغ ايبيوري كاين ان ايكران تاكتيل كبير وجديد ديال 13 بوص ولو ديجيتال كوكبيت ديال 10 بوص زياده على لافيشاج تيت اوت اللي متوفر لاول مره. لي جديد هنا كذلك هما لي سمارت دايلز اللي فيهم ان ايكران نوميريك واللي كيمكنهم التحكم مثلا في لا كليماتيزاسيون لو شوفاج ولا فونتيلاسيون دي سيج وكذلك لي مود دو كونديت. تحت الكابو هاد الكود ياك ما متوفرش 100% الكتريك عاد كيتكون من ليسونس مع ليبريداسيون لي جي ار او ديزل زياده على لو بلوك هيبريد ريشارجابل اللي متوفر لاول مره واللي لا بويسونس ديالو هي 204 شوفو ولوتونومي ان توت الكتريك كتفوت 100 كيلومتر. مازال ما تم الاعلان على الاثمنه ديال هاد سكودا كودياك اللي التسويق ديالو في اوروبا غادي يكون في الشهور الاولى ديال 2024. وصلنا لنهايه اوتو يبدو ديال هاد السيمانه موعدنا في الحلقه الجايه. À très vite sur rendezvous.com.